أنا اللي بشكركم. وقبل ما تمشوا، الدعم موجود، وأنا عايز أقول أنا قدامي 6 نماذج تقريبا. طب ال6 نماذج دول يعني أتكلم بالنظريات، يعني 50% ممكن يجيبوا نتيجة، ممكن 100% طبعا، لكن ما تفهمونيش غلط، أنا بقول كده مش ليكوا أنتوا، أنا بقول كده لينا إحنا. يعني يعني نحلم ونجري على حلمنا ونصدق ونإيه؟ نصدق إن ممكن يحصل فيه نجاح. مش نقول إيه؟ طب ماشي، يعني تلوين صورة، يعني أنتوا واقفين قدامي كده وبتقولوا أنا لا. قبل ما تمشوا، الدعم موجود والأرقام اللي ما تتخيلوهاش موجودة. وبقول لكم كده يعني كل واحد هيحتاج ايه؟ مثلا 1، 2، 3 عشان الكلام اللي بتقولوه يطلع ويبقى فعلا مش بس ينجح كفكرة، لا ينجح كمشروع، ينجح كمشروع. من اول كلام اللي قاله صموئيل ومريم محمد والزملاء اللي اتكلموا كلهم والزميلات طبعا او بناتي يعني او كده اللي اتكلموا كلهم، لا احنا جاهزين. وانتوا واقفين كده قدامي هقول مبدئيا كده اهو، الارقام اللي انتوا بتحلموا، لا مش بتحلموا، ما تحلموش، هتتوفر لهم مش من جيب الحكومه. طب ليه مش من جيب الحكومه؟ لان انا مرتب ترتيبات تانية. الحكومه يعني ما تزعلوش، ما تزعلش يا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى والحكومه مطحونه جدا. الكلام اللي كان بيكلمه دلوقتي هو بيتكلم على محافظة واحدة، واتكلم اقسم الكلام نصين، نص اتعمل من غير حياة كريمة ونص بيتعمل بحياة كريمة. وقال الرقم كله تقريبا غير الحياة كريمة اللي اتصرف حتى الآن 7 تريليون. وأنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني ولكم اللي موجودين معايا، 7 تريليون ده رقم متواضع جدا قدام الحلم. قدام ايه؟ الحلم. انا جاي بالطريق وجاي بالطياره وبشوف الحاجه اللي المباني اللي تحت مني، ده لسه بدري، لسه بدري قوي 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 قوي. انا بتكلم بجد، لسه بدري. وده مش معناه، انا قلت الكلام ده في الفطار مع في القريه، قريه ابو دومه يعني، قلت ايه؟ قالوا ان سعيد كان مهمش ومتنسي، وانا بقول لكم لا، سعيد لا كان مهمش ولا متنسي، البلد ما كانتش قادره بس. وانا عارف بقول لكم كده ليه؟ عشان احنا لازم نحترم عقول بعض ونبقى موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا، ونعرف ليه احنا واقعنا كده. واقعنا كده لان البلد مش قادره. البلد ايه يا دكتور مصطفى؟ مش قادره وما كانتش قادره. طب اللي بيتعمل ده قبل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا هو محاوله لتطوير الفكر زي ما انتم بتفكروا كده. عشان كده وانتم بتفكروا تلاقوا ان انا ايه؟ متحمس قوي ليكم. انا متحمس دايما للفكره، لان الفكره ممكن تحل مساله بالمسار التقليدي ما تتحلش، والفكره تنجح بالمسار التقليدي ما تنجحش، وبالفكرة توفر بالمسار التقليدي ما تمولش. الفكرة كده، البلد اللي ظروفها والناس اللي ظروفها مش متأثرة قوي ما عندهاش غير الحلم والفكرة والعمل. أنا حبيت أقول الكلمتين دول لأن أنتم يعني كنتم ملهمين بالنسبة لي كلكم، بغض النظر عن مدى النجاح اللي ممكن يتحقق ورا كل موضوع أنتوا اتكلمتوا فيه، ورا كل موضوع أنتوا اتكلمتوا فيه. بس أرجع تاني اللي شرحه دولة رئيس الوزراء، أرجو إن إحنا نتوقف قدامه كويس، مش بس أهل سوهاج ولا أهل الصعيد، لأ أنا بتكلم على كل المصريين. وهديكم مثال، أنا بتابع السوشيال ميديا جدا يعني وتعليقات كل الناس، وبجد مثلا حد يقول لك إيه؟ يعني يا كامل يا وزير مش كفايه اسفلت بقى؟
يقولوا ايه؟ كفاية أسفلت. ده أول حاجة تتعمل الأسفلت، شبكة الطرق عشان نوصل لكم وتوصلوا لنا. اتفضل يا كام. فبلاقي التعليق ده، أقول عيني الناس اللي بتقول كده عايشة في مناطق ما شافتش أهالينا في كل حتة في مصر عايشين إزاي وبيمشوا إزاي، والبنية الأساسية اللي عندهم أخبارها إيه. إحنا كنا بنتكلم نقول عندنا صرف صحي، ولكن الصرف الصحي اللي موجود ده نسبته قد إيه؟ 10%، 13%. يعني أنا أول ما بدأت سألت الدكتور مصطفى عندنا كام في المية؟ أنا موقفكم كتير؟ موقفكم مش كده؟ لا صحيح. إحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا. وأنا حبسطكم. سعداء جدا. حبسطكم. ربنا يخليك لينا يا فندم. فقالوا 12 13% ساعتها. ساعتها. طب هو اللي قبل مننا كانوا يحلموا، ما كانوش عندهم حلم ان هم يعملوهم 100%؟ لا عندهم. وعارفين اقول كده ليه؟ عشان ابدا ابدا تفكروا كويس جدا قبل ما تطلعوا كلمه من لسانكم، لان الكلمه هنتحاسب عليها قدام الناس وقدام التاريخ وقبل ده كله قدام ربنا في يوم، كل كلمه محسوبه بدقه. فخلي بالك ما تقبلش الكلمه وتقول ايه ما هو يعني انا شاطر بقى، يعني انا ايه يا دكتور انا شاطر انا اللي بعمل. لا 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 لا، اللي قبل مننا كانوا عايزين يعملوا بس ما قدروش يعملوا، اللي قبل مننا كانوا عايزين ايه يعملوا. انا بتكلم، ما هو الدكتور مصطفى كان رئيس هيئه المجتمعات مش كده، ولا التخطيط العمراني، والدكتور عاصم كان زميله صح كده مش كده يا عاصم؟ طيب كنتوا بتحلموا؟ اه. كان نفسكوا؟ اه. طب ما قدرتوش ليه؟ اتفضل استريح. مفيش. مفيش. وكلمة مفيش دي بتخلينا نتكلم في النص الثاني. النص الأولاني اللي احنا حكيناه والأرقام اللي قالها الدكتور مصطفى رغم إن هو يعني سعيد جدا وهو بيقولها وأنا أكيد. بس الرقم ده ولا حاجة. 7 تريليون ولا حاجة؟ أيوة. البلد دي عايزة 70 تريليون. عايزة كم؟ 70 تريليون. ورب يخلينا يعلمنا ويفهمنا إن إحنا نشوف واللي نشوفه نفهمه. عايزة كم؟ اللي إحنا بنعمله هنا في سوهاج 100 وحاجة مليار. طب في كم محافظة؟ في كم محافظة عايزين نعمل فيهم؟ طب هو اللي ناقص قد ايه؟ طب بالمناسبة هو اللي اتعمل تشغيله بكام؟ عملت مكتب بريد، الناس اللي هتشتغل فيه هتاخد كام؟ هيتصين بكام؟ مش اتعمل بس، عملت مدرسة كويس، بس المدرسة دي انت عايز تحافظ عليها ولازم تتصين بكام؟ والمدرسين والطاقم العمل اللي فيها ياخد كام؟ عملت مستشفى كويس، بس المستشفى اللي انت عملتها دي هتشتغل بكام؟ كل يوم وكل شهر وكل سنة. لو انتم ما خدتوش بالكم يا شباب مصر بان ان كل الكلام اللي كان بيتقال كان بيتكلم على محاولة الوصول الى الارقام الطبيعية للمعدلات، المعدلات الايه؟ العلمية اللي هي بتقول نعمل كم مدرسة لكل كم ألف طالب او كم فصل لكل طالب. انت قاعد ماشي داخل في سبق. داخل في ايه؟ في سبق. ايه السبق؟ سبق ان انا عندي نقص اولا في عدد الفصول. انا بجيب مثال واضح وكاشف، عندي عدد فصول متاح دلوقتي وعندي عدد الفصول ده بيقابله تقديم خدمة تعليمية لأولادنا. العدد اللي موجود دلوقتي اقل من المطلوب بمنتهى البساطة كده. يبقى أنت الأول عايز تسد الفجوة، فجوة اللي موجود مع اللي المفروض يكون موجود، دي فجوة. ثم كل سنة تعمل الحجم المطلوب للقادم. للإيه؟ للقادم. القادم يعني إيه؟ يعني لو النهاردة بيخش في التعليم بيبقى فيه إنجاب عندنا
2 مليون 2.5 زي ما يكون مليون، حتى لو كانت مليون يبقوا عايزين تزود فصول ايه؟ كم احنا لما حسبناها على الوضع الحالي 60,000 فصل في السنة على فرضية ان احنا عملنا قفلنا الفجوة، مش كده وزير التعليم؟ لو قفلنا الفجوة هنبقى محتاجين نزود كل سنة كم؟ 60,000 فصل. 60,000 فصل. طب الفصل بكام؟ الدكتور مصطفى كان بيعرض هنا السكن فقال في حوالي 400 حاجة ووحدة أو 500 وحدة، والرقم كان 51 مليون. أنا كنت براجع امبارح عشان أعمل 200,000 وحدة تانين، لقيتهم بيعرضوا عليا الوحدة معدية 700,000 جنيه. كم؟ الوحدة كم؟ 700,000 جنيه. يعني ال 200,000 بكم؟ 140 مليار؟ مش كده يا دكتور؟ 140 مليار جنيه، ده ال 200,000 وحدة. يبقى نرجع للفصول تاني، لو أنا النهاردة عايز أعمل 60,000 فصل بعد ما أقفل الفجوة، يعني عايز على الأقل 60 مليار جنيه، ثم أحط معاهم المدرس والطاقم الإداري والطاقم الإشراف اللي شغال مع المدرسة بكام ومنين. طب بقول الكلام ده لكم ليه؟ أنتوا بتكلموني في حاجة وأنا بتكلم في حاجة تانية، لا، الحاجة دي متصلة ببعضها. إذن لما ألاقي حلم عند صمويل وعند محمد وعند غيره، الحلم ده ممكن يتعمل منه حاجة، ما أقولش إيه ربنا يوفقه، لا، يمكن يجيب لي حاجة. يمكن إيه يا صمويل؟ يجيب لي حاجة. الخمس ست فدادين بتوع دول أو الخمسين فدان يجيبوا لي إيه؟ حاجة جنب حاجة جنب حاجة جنب حاجة. البلد دي موقفها إيه؟ يتغير. بقول لكم كده لأن موضوع النمو السكاني، إحنا جايين طبعاً يوم جميل وعام جديد وكل سنة وأنتوا طيبين كلكم، لكن ده ما يمنعناش كأسرة واحدة إن إحنا نتكلم مع بعض ونفكر بعض دايماً بحجم التحدي وسبب المشكلة. سبب المشكلة لا هي فساد حكومة ولا فساد نظام إداري ولا تهميش، لا ولا لا 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 لا. أقول لكم حاجة بسيطة، يعني أنا أعرف كويس يعني إيه، يعني إيه، يعني إيه قرش، وأعرف يعني إيه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إيه دولة. دولة ممكن تبقى قد الدنيا إن شاء الله بيكم وبأفكاركم وبجهدكم، لكن أيضا لازم نكون فاهمين إن لو إحنا مستمرين بالطريقة ديت كل الجهد اللي هيتعمل هيبقى مش كفاية. فقبل ما تمشوا من صندوق تحيا مصر، من صندوق إيه؟ تحيا مصر. الرقم كام؟ مش عايز أقول رقم ليه؟ حطوا أفكاركم في موازنات وميزانية، وإذا كان في لجنة تشرف على ده، مش هم بس، هم واللي زيهم يعني، وإحنا إن شاء الله أرجو إن إحنا يعني كل اللي أنتوا قلتوه ده نشوفه محمد وإيه؟ والتطبيق اللي حضرتك قلتيه والتطبيق اللي حضرتك قلتيه بتاع بالمناسبة كان مهم أو إن إحنا ما دام موجودين وبنتكلم على إن إحنا لغة الإشارة كان يبقى في حد معانا ياخد الكلام مننا، لأن الناس كلها بتشوفنا ومن حقهم إن هم يسمعونا ويشوفونا، كان لابد أو إن يبقى معانا في لغة الإشارة سواء كان في التلفزيون أو في المناسبات اللي زي كده يبقى في حد موجود معانا.